بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of pharma of phytochemistry 2 METI University, this is the last lecture of phytochemistry 2. We study bitters. أعزائي طلبة فايتو 2، دي المحاضرة الأخيرة في المنهج، وهذا هو الفيديو الأول. This is the first video for bitters. Bitters or bitter principles. Bitters or bitter principles are a group of chemically heterogeneous compounds. No common chemical structure gather them, heterogeneous compounds, but all of them has intense bitter taste. كلهم لهم ال intense bitter taste، يعني المرارة الشديدة، وبالتالي so they are used as used to stimulate appetite, used as bitter stomachic. Heterogeneous group of compounds but has bitter stomachic activities and they are colagogues، يعني بيزودوا العصارة الصفراوية. The gallbladder secretion increases the gallbladder secretion. They are mainly vegetable but some or few or rarely of animal origin. The composition of these compounds are carbon, hydrogen, and oxygen. Elements consisting these compounds, all of them are consisting of carbon, hydrogen, oxygen. يعني carbon وhydrogen oxygen هو اللي بيدخل في تركيب هذه المركبات. But nitrogen is rarely present. النيتروجين rarely present، إنما هم كربون وهيدروجين أكسجين، النيتروجين is rarely present. Pharmacological activities قلنا إن هم bitter principle stimulate the appetites. إزاي بقى؟ The bitter constituent stimulate the gustatory nerve in the mouth، بيعملوا stimulation، يحفزوا النيرف الجستاتري نيرف في الماوس، وبالتالي so they increases the psychic secretion of the gastric juice، وبالتالي من تأثيرهم على هذا الجستري نيرف بيزودوا العصارة المعوية والمعدية. وإن هما should use half an hour before meal، يعني يجب إن إحنا نستخدمهم نص ساعة نشرب. اللي عايز يفتح شهيته باستخدام هذه المركبات بيشرب قبل إيه نص ساعة من تناوله الغذاء علشان يفتح الشهية، فهم stimulate appetites في الأنيميا والكونفولشنز، يعني الناس اللي هم الأنيميك أو اللي ما بياكلوش كويس بيستخدموا هذه المركبات عشان تحسن الشهية عندهم، وبالتالي هم بيتر ستوماتيك أند تونيك، بيفتحوا الشهية وتونيك. بيتر ستوماتيك أند تونيك. Determination of bitterness value، إحنا لما بنيجي نعين الكمية البيتر برينسيبل اللي في النبات بنعينها بحاجة اسمها بيتر نسبالي. ليه؟ We determine the concentration of the bitter principle in the extract depending on the determination of bitterness value. Because they have no common chemical structure, so to get to detect a quantitative determination chemically is difficult، علشان تحصل على طريقة كيميائية فصعب ان هم
يجدوها. ليه ريزون؟ because these compounds are chemically heterogeneous، مختلفين عن بعض كيميائيا، وبالتالي ما فيش common structure يجمعهم، وما فيش common method for determination، فبنستخدم هذه البيولوجيكال بروسيس او الفسيولوجيكال هذه البيولوجيكال بروسيس او هذه الفسيولوجيكال او الفسيولوجيكال افكت اوف ذيس كومباوندز. هقولها بالعربي كده بسرعه، ان هم بياخدوا نون ويت من الاكستراكت بتاع الماده ده اهي، ويحطوها في نون بوليوم من الميه، ويجي واحد من الزواقه بيغسل بقه الاول بالماء المقطر، ثم ياخد شويه من هذا المحلول ويسيبهم في بقه شويه، وبعدين يتمضمض، وبعدين كده ايه يجيب بعد كده هو ستاندرد من الكينين هيدروكلورايد، ودايب في 200 سنتي ميه، وياخد كميه يحطهم في بقه ويقول والله دي البيترنس بتاع الاكستراكت نص الستاندرد، ربع الستاندرد، تلت، وهكذا. نعين يعني عمليات تقريبيه، ما هياش اكوريتلي زي الكيميكال استيميشن. وبنعين البيترنس فاليو اوف ذا تيستد سامبل بهذا الاكستراكت او سبستانس بهذه الفورمولا اللي بتقول البيترنس فاليو بيساوي 2000، اللي هو الحجم بتاع الميه اللي احنا مدوبين فيه الكينين هيدروكلورايد، مضروبه في سي على ايه في بي، ايه اللي هي الكوانتيتي اوف ذا ماتيريال ملي جرام بير ملي لتر، يعني احنا خدنا كام جرام من الاكستراكت ودودنا مش عارف ايه، يبقى قد كل ملي فيه قد ايه، وهكذا. بي الفوليوم اوف ذا تيستد سوليوشن ان ملي، يعني هو خد قد ايه، 5 ملي ولا معرفش ولا 3 ملي ولا كده. والسي الكوانتيتي اوف كوينين هيدروكلورايد ان ملي جرام بير ملي لتر، يعني احنا خدنا قد ايه من الكينين هيدروكلورايد، دوبناهم في 2 لتر ميه، ثم ايه اخدنا قد كده من الفوليوم من هذا المحلول وتستد، ويبقى عين ايه الكميه بتاع الكينين في هذه الكميه من الميه اللي هي تستد. يبقى اذا هنرجع نقول انه بيتر بلونج تو ديفرنت كيميكال كلاسز، ما بين نو كومن ستراكشر، therefore general way to for their detection and quantitative determination is difficult. Therefore, so the detection and quantitative determination difficult chemically. ما نقدرش نحددهم. The procedure determines the bitterness value based on their psychological effect. تأثير الفسيولوجيكال effect على اللسان. السايكولوجيكال والتأثير على اللسان. consists in comparing threshold concentration of tested extract with that of quinine، يعني comparing the bitterness of this extract with the bitterness of the standard of quinine hydrochloride. apply this formula اللي احنا و present in this page. Classification، قلنا ان هي مجموعه من different components heterogeneous compound، ولكن بنقدر نقسمها كده في general class major class. الكلاس الاولاني ان هم مجموعه من التربينويد او الايزوبرينويد، اللي هم التربينويد الايزوبرينويد اللي هو الايزوبرين يونت، 5 5 و5 يبقى 10، تبقى تربينويد سكوير، تربينويد 15، وهكذا. المجموعه الميجور، المجموعه الثانيه اللي هم النون تربينويد، اللي هم ما هماش ايزوبرين يونتس، ان هم ما هماش ايزوبرين يونت. يبقى ده كلاسيفيكيشن. We have two major class, the terbinoid or isoprenoid bitter, number two the non-terbinoid.
the terbinoid beetles are classified into monoterbinoids. Those have 10 carbon atoms, such as iridoids, scordoids. Siscoterbinoids are terbinoids, have 15 carbon atoms, such as, and this group has lecton ring, where we can subclassify into oxygenated siscoterbinoids, non-oxygenated. Number three, diterbinoids have 20 carbon atoms, such as leptin, furan, and the triterbinoids has 30 carbon atoms, such as the cocorbitins, the eicosanoid. All of them, from 1 to 4, are terbinoids or isoprenoid derivatives. The non-terbinoid bitters, these are subclassified in phenolic bitters, such as bromelain, lobelain, chromone, such as hylene or bisnagine, coumarin, such as xanthotoxin, imbraturin, coumarone, such as rotunin, anhydride bitter, such as cancerin. As we show, as we see, as we see the bitterness or the bitters have no common chemical structure and are هيتروجينس كومباوند. ما احنا شايفين كده ان هم مركبات مختلفه كيميائيا عن بعضها. كل ما يجمعها ان هم ار بيتر، مواد مره بتفتح الشهيه، بتساعد على السكريشنز بتاعه الامعاء والمعده والجلبران والاستومك. ونقف عند هذا الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو 2 of bitters. هنتكلم بقى عن الدراجز اللي احنا بنستخدمها من التربينويد بيترز. اولهم هو السانتونين. انا مش عايزك تحفظ الكمبليت اوريجين، بس تعرف ان السانتونين السورس بتاعه سانتونيكا فلاور. يبقى اذا سانتونين is the bitter principle of سانتونيكا unexpanded flower head of سانتونيكا. بس مش عايز تحفظ بقيت بقيت السورس بتاعه. الاستراكشر بتاعه زي ما احنا شايفين كده، هو بيبقى فيه السانتونيك اسيد موجود في السانتونين، بيحصل لاكتونيزيشن، يعني هذه الجروب تتقفل وتديني هذه اللاكتون جروب، يبقى اذا يتحول السانتونيك اسيد الى سانتونين. هذه الجروب تتقفل ويديني هذه اللاكتون جروب، يبقى اذا باي لاكتونيزيشن سانتونيك اسيد بيتحول الى سانتونين. وزي ما احنا شايفين كده ان هو 15 كربون اتوم، يبقى هو اذا سيسكويتربين. تيست فور ايدنتيفيكيشن، اول تيست ان السانتونين مع الالكهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد بيتحول الى فايولت كلر. يعني حط الكهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد تو ذا سانتونين جيف ذا فايولت كلر ويتش تشينجز جراديولي تو ريدش يلو. السانتونين وين ديزولفد ان الكهول كونتيننج فورفورال، بنحط الكلام ده في دش بورسلين دش، حطه في بورسلين دش على الووتر باث. يعني اخد بورسلين دش احط فيها شويه سانتونين ثم اد الكهول كونتيننج فورفورال اند فولود الفورفورال ده بقى ب 2 ملي لتر او concentrated sulfuric acid في البورسلين ديش على الووتر باث، يديني بيربل كولر اللي بيتحول الى بلوش فايلت الى بلوش وايت. سانتونين لو خدت منه 0.1 جرام 0.1 جرام من سانتونين if heated with 2 ملي of sulfuric acid، اسخن 0.1 جرام من السانتونين مع 2 ملي سلفوريك اسيد، then dilute with equal volume with water.
مش هنلاقي اي تشينج في الكرايت. But if we add to drops of dilute ferric chloride solution هيديني، واعمل هوت على هذا الهوت ميكشر هيديني blood red color. يعني السنتونين مع السلفوريك اسيد ودايلوت ووتر نو تشينج. If we add few drops او two drops من الفيريك كلورايد سوليوشن هيتحول الى البلاد ريد كلر. اليوزس السنتونين طبعا علاوه على انه هو بيتر استوماتيك، فهو بيستخدم كانسلمنتك فور ذا راوند وورم، الديدان الاسطوانيه. يبقى اذا هو سنتونين از يوزد بيتر استوماتيك اند انسلمنتك تو تريت راوند فورم، ولكنه بيبقى له مايلد افكت على الثريد وورم، قليل قوي على الثريد وورم. والسنتونين يعني بيقولوا عليه ان هو توكسيك، سنتونين از توكسيك، سو ات از نوت يوزد الون، ات از يوزد ان كومباينيشن ويز كينيك اسيد، يوزد ان تو ريديوس الاماونت اوف اوف سنتونين. هنا الميكشر ده من الكينيك اسيد والسنتونين ريديوس توكسيسيتي اوف سنتونين اند جيف بيتر افكت، والافكت اعلى كمان على الراوند وورم. يبقى اذا جيف ريفون كينيك اسيد ادي تو سنتونين، نمره واحد تو ريديوس ذا توكسيسيتي اوف ذا سنتونين اند ات جيف ذا هاي او هاير افكت ذان سنتونين الون. توكسيسيتي احنا قلنا ان هو توكسيك، طب يعني والدوس بتاعه 60 مللي جرام، طب لو زادت التوكسيسيتي هيحصل ايه؟ بيحصل بلارد فيجن، يعني الرؤيه بت ايه بت بيحصل لها افكتد، بتتاثر، بيحصل زانسوبسيا. يعني الاول اشوف الاوبجكتس الاشياء وايت، وبعد كده هو ممكن تتحول الى يلو، وممكن يحصل بلايدنس، وانه ممكن يؤدي التوكسيسيتي الى هيديك وفرتيكو ونوزيا وفوميتنج. ولارج دوز بقى ممكن تؤدي، يعني لو الدوز يعني ايه كده توكسيك دوز، انما لو لارج دوز بقى ممكن تؤدي ايبيليبتيك كونفرش، تشنجات شديده، وممكن تؤدي الى ديث ديو تو الايه ريسبيراتوري فيلر، يعني مش هيقدر ان هو يتنفس جيد ويموت المريض في الهاي دوز او لارج دوز. الكواتشين هو برضو من هذه التربينويد كومباوندز، هو بيبقى تراي تربينويد 30 كربون اتوم، تراي تربينويد 30 كربون اتوم، وهايلي اوكسجينيتد، في اوكسجين كتير وهايلي اوكسجينيتد، وهو السورس بتاعه من الكواتش وود. مش هنحفظ كل هذا كلام، هنقول بس السورس بتاعه او موجود في الكواتشا وود مش اكتر من كده، وان هو فيري بيتر انتنسيف، وان هو ترايتربينويد واكسجينيتد. تيست فور ايدنتيفيكيشن، بناخد الكواتشين ونحط عليه دروبس من الكونسلفوريك اسيد وفيو كريستالز من السكروز، يقوم يديني ريد كولر. يبقى اذا لو حطيت على الكواتشين سلفوريك اسيد وسكروز كريستالز هيديني ريد كولر. التست الثاني اللي هو الالكوهوليك سوليوشن اوف كواشين gives the crimson color with fluoroglycine and HCl. الفلوروجلوسين و HCl لما حطهم على الالكوهوليك سوليوشن بتاع الكواشين يديني crimson red color. اليوزس الكواشين او الكواشا وود بتستخدم كبيتر استوماتيك. نمرة اتنين ان هي انسلمنتك فور ثريد وورم، ولكن خلي بالكوا يا جماعة هي بتستخدم او الروت اوف ادمنستريشن از انما، بتستخدم عن طريق الحقن الشرجيه، لان
غير البيتر، المرارة عالية جدا، وبالتالي كوزس إميزس ممكن يؤدي إلى إن الواحد يرجع. وإن هو it is used as insecticide. ونقف هنا عند هذا الجزء ونكمل في الفيديو التالت. هنتكلم في هذا الفيديو عن الكومارين بيترز. قلنا الكومارين والكرومونز إخوات. هذه المجموعة اسمها الكومارين، إنما لما الأكسجين ده هيتبقى في البارا بوزيشن تبقى اسمها كرومون. إذا ما قلنا بقى نخلين والويزناجين آر فيورانو كرومون لما تبقى الأكسجين ده هنا. أما الكومارين فهي الإيه ده، هي الكومارين أهي، ويبقى هذه المركبات الزانسوتوكسين والإمبراتورين والبرجابتين عبارة عن الفيورانو كومارين. ليه؟ لأن الأكسجين والاتنين والكيتون الكروب ده الاتنين دولت أورثو، فيبقوا كومارين. لو بارا يبقى كرومون. الكومارين بيترز مجموعة من البيترز بنجدها موجودة في الأميفيزناجا، وبنجدها في بعض النباتات الأخرى. فحندرس الزانسوتوكسين والإمبراتورين والبرجابتين، دولت آر التلاتة آر فيورانو كومارين ديريفاتيفز. فيورانو كومارين ديريفاتيفز هنحفظ الاستراكشرات برضو. الاوكارنس او هم السورس بتاعهم هم موجودين فين، او السورس بتاعهم فين؟ الزانسوتوكسين اسمه الامويدين او الميثوزالين، دولت ده بيبقى موجود في الامي ميجاس فروت اللي هي الخلة البلدي، الخلة الشيطاني، الخلة الشيطاني. إنما الخلة البلدي اللي هي الأمي فيزناجا بنفصل منها الخلين والفيزناجين. يبقى أمي ميجاس هنفصل منها هذه الفيورانو كومارينز، إنما الأمي فيزناجا بنفصل منها الفيورانو كورومونز. زانسوتوكسين والإمبراطورين اسمه أمايدين برضو موجود في الأمي ميجاس. أما البرجابتين فبنفصله من الليفز بتاع الفيكس كاريكا. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الامي ميجاس بتحتوي على الزانسوتوكسين والامبراطورين، هنحضرهم ازاي؟ اتكلم عن طريق تحضيرهم زي ما اتكلمنا عن طريق تحضير الخلين والفيزناجين من الامي فيزناجا. هنا بنجيب الامي ميجاس بودر وننقعها، نعمل لها اكستراكشن هنا باي بتروليوم ايثر. كنا في الامي في الخلين وفيزناجين، خدنا الامي فيزناجا ونقعناها مع الايثر، انما هنا بننقعها مع الايه البتروليوم ايثر، يعني احنا بنعمل اكستراكشن. طيب هناخد بقى الاكستراكت اللي هو الميه المحلول بقى السائل الليكويد بتاعنا بالفلتريشن، ونعمل كونسنتريت. كونسنتريت ذا ليكويد كونتيننج بوث الزانسوتوكسين وامبراطورين. هنعمل كونسنتريشن لهذا السوليوشن. في الحاله دي هنحصل على كريستالين ماسز ومذر ليكر. ليكر ما فيش حاجه يعني، ليكر داي فيه مركبات. طب نمسك كده الكريستالين ماسز ده اللي هنحصل منها على الزانسوتوكسين، بعمل ايه؟ اولا هي بتبقى دارك جرين وسيمي سوليد، يعني ما هياش سوليد قوي. اخد اللي هي بتحتوي على الكروت زانسوتوكسين، اخد هذه السيمي سوليد ماتيريالز دهية واعمل لها بويلنج، اعمل لها ديزولفنج ان بويلنج الكحول ايثانول فينكول. يعني اخد السيمي سوليد ماتيريال ادوبها في سبيرتو بالتسخين، ثم ابرد يديني الزانسوتوكسين
as pale green crystal. طب المذر ليكر اللي احنا نحصل منه على الامبراطورين، باخد هذا المذر ليكر واعمل له كونسنتريشن زين كول، هيديني الكرود امبراطورين. اخد هذا الكرود امبراطورين واعمل له ديزولف ان ايثر ثم كونسنتريشن اند كول، يديني الامبراطورين. دي برضو الطريقه بتاعه فصل المركبين عن بعضهم من الاميميجس. الروبرتس مش هنحفظها يا جماعه، انما هنحفظ هذا الجزء اللي هو تيست فور ايدنتيفيكيشن، ازاي نفرق ونتعرف على الدانسوتوكسين والامبراطوري. التيست الاولاني هياخد فيو كريستالز من الماتيريالز، يا اما زانسوتوكسون يا اما امبراطورين، احنا مش عارفين لسه التست اللي هيقول. يبقى اذا هاخد فيو كريستالز ان بورسلين ديش واعمل بحط عليهم كونسنتريتد سلفوريك اسيد. الزانسوتوكسين لو هو اللي موجود هيديني اورنج يلو كالر تيرنز تو لايت جرين، لا لو الامبراطورين هو اللي موجود هيديني ديب اورنج كالر ذات تيرنز تو براون. التست الثاني اللي نفصل بينه اللي بنعمل ديتكشن او ديفرنشيشن بالاثنين بين ذا تو اللي هو الماركيز ريجنت، هيدي مع الزانسوتوكسين ذا اورنج كالر تيرنز تو جراس جرين، اما مع الامبراطورين فيديني اورنج كالر تيرنز تو براون تيرنز تو براون. الريدكشن اوف امونياكال سيلفر نيتريت، يعني هنحط امونياكال سيلفر نيتريت او نحط فيهلينج، ده او ده بنعمل ايه تيست فور ريدكشن. هل المركب ده بيعمل ريدكشن للامونياكال سيلفر نيتريت او بيعمل ريدكشن للفيهلينج ولا لا؟ هو الريدكشن للامونياكال سيلفر نيتريت ان احنا بنحطها في تيست تيوب، ولو حصل ريدكشن يبقى هي الميرور اللي بتتكون على التيست تيوب، او لو حصل ريدكشن للفيلينج بيترسب كريستالز ايه او راسب احمر. ففي حاله الزانسوتوكسين ما بيبقاش ريديوسينج، فالتيست في الحالتين بيبقى نيجاتيف. اما الامبراطورين فيعمل لي ريدكشن للامونياكال سيلفر نيتريت ويعمل لي ريدكشن للفيلينج، ما بنحطش الاثنين على بعض لوحده، الامونياكال سيلفر نيتريت ده تيست والفيلينج ده تيست، انما الاثنين بيقيسوا الريديوسنج كاركتر بتاع المركب. فالزانسوتوكسين نون ريديوسنج، الامبراطورين از ريديوسنج. لو اخذنا الواجنر ريجنت الزانسوتوكسين بيعمل لي بريسيبيتيت، انما الامبراطورين نو. مع دايلوت نيتريك اسيد الزانسوتوكسين بيديني يلو كولر تيرنز تو كريمزون اون تريتمنت وذ الكلي، اما الامبراطورين فبيديني يلو كولر تيرنز تو بيربل اون تريتمنت وذ الكلي. اذا عرفنا بهذه التستات نفرق بين الاثنين، نحفظهم كويس. اليوزس سانسوتوكسين بيستخدم في التريتمنت اوف لوكوديرميا البهاء، ويستخدم في الفيتيليجو سوراسيس الامراض الجلديه السوراسيس الصدفيه، وان هو يعني انه كونترا انديكيتد لا يستخدمه ان كيس اوف بيشنت سفرنج فروم ليفر ديزيزز او بعض الامراض الاخرى اللي هي بترتبط باللايت سنسيتيفيتي، الامراض الجلديه الاخرى اللي بترتبط باللايت سنسيتيفيتي. يعني بعض الناس لما تتعرض للشمس بيبقى ايه يحصل لها بعض الحساسية أو بعض الأمراض، لا ما ينفعش يستخدم لهم هذه المركبات، لأن هذه المركبات بتعمل حساسية في الجلد، بتعمل حساسية لبعض الناس فلا يستخدم لهم كونترا انديكيتد. أذر فيورانو كومارينز احنا
ما هنقراهم بس إنما مش هنحفظهم يا جماعة. Other Furanocoumarins، ونقف هنا عند هذا الجزء من الفيديو.